جزاكم الله خيرا. المستمع محمد عبد القوي مصري مقيم في الأردن يسأل ويقول: أنا شاب أعمل حارسا لمدة 24 ساعة، وأصلي جميع الأوقات في مكان العمل إلا الجمعة، أصليها في المسجد، علما بأن المسجد يبعد عن العمل كيلو ونصف تقريبا. بماذا توجهونني يحفظكم الله؟ نقول إذا كان العمل والحراسة تتطلب البقاء في المكان، ولو ذهبت إلى المسجد يحصل خلل في الحراسة وخطر على الأموال التي أنت مستحفظ عليها، فلا بأس أن تصلي في مكان الحراسة، وهذا من الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة والصلاة في المكان. أما إذا كان أمر الحراسة لا يتطلب بقائك وقت الصلاة ولا خوف على هذه الأشياء، فإنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة لعدم العذر المانع من صلاة الجماعة في حقك.